من شأن أن يعطينا فكرة عن بعض المشروعات التي تتولى الشركة لتنفيذها، أو فكرة عن بعض المرافق الصحية التي تنفذ فيها العديد من المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية، فضلا عن قيام بتجهيز وتأثير هذه المرافق. التعاون في هذه الخطوة، ما عنديش نضيف على رحلة المتصين مختصين الحضور، بهدف أن نستفيد من التقنيات الحديثة وأن يكون النقاش الاستفادة من كل ما أمكن الاستفادة منه. على أرحب صدرنا و بخصوص مشروع عودة الحياة لتوطين العلاج الداخلي، أشكر كل مدراء المستشفيات، أشكر كل جهات توصيات وتوجيهات وتعليمات السيد الرئيس. تبنى جهاز دعم لتوطين الخدمات العلاجية رؤية مشروع. ومعنا طبعا الوفد من شركتنا جي كي اس دي مجموعه سان دوناتو، فحاعمل لكم يعني برزنتيشن للحاضرين بحيث يكون عندكم يعني فكره عن الكومبتنس والسكيلز اللي موجودين معنا. جي كي اس دي انفستمنت هولدنجز يور تراستد بارتنر وركينج هاند ان هاند اند سبورتينج يو تو كرييت ايكونوميك جروث سوشيال ابليفت and to improve the quality of life, creating a better tomorrow. العمليات إلى الآن لله الحمد الجهاز يرعى عدة عمليات في عدة تخصصات، سواء كان بكوادر محلية أو كوادر أجنبية. مجموعة سان دوناتو كان لنا تعاون كبير جدا معها بالسابق في العلاج في الخارج، لكن الآن occupiamo dei pazienti libici da diversi anni e il nostro interesse è aiutare la Libia e collaborare per poter migliorare al massimo livello possibile questa collaborazione e aiutare la Libia a evolvere nel migliorare i propri servizi sanitari. طبعا احنا مثل ما ذكرنا تعاوننا مع ليبيا له سنين، يعني تعاون برنامج مستمر. هدفنا هو يعني الاشتراك معكم في تحسين الخدمات الطبية للمواطنين